the access attack in MMA, MMA. ML, Bruce is me, over system. Sorry, what did he do? He must transfer. Had that much better? Will he ever have a more cold look on the PC? System, there is a system. It's not a board. There is a system. And it changed. Change your time. Has me out. Energy. A system energy. Attention, sir. By an energy that system in that molecule is going to go. So, the molecule is going to go. When the whole M energy that has Z, the M energy that has the M energy that system is Z. Ja, und dann kann ich die Energie ein bisschen lauten. So, wird der Energie das System der, dann mehr wird die Energie ein bisschen lauten. Hat der Mensch gehört? Der Energie wird das System ja wahr nicht. لو من المولكيولز مش مسكوت لها ان هي تعمل فلو هحسبها بس على حاجه اسمها ايه؟ انترنال انرجي الانسان اللي فيها فلو فاتفقنا الطاقه الكامله او الطاقه اللي متخزنه جوه المولكيولز دي بنسميها ايه؟ انترنال انرجي مش ممكن نتفق معاك المره اللي فاتت اديلها لها رمز ايه؟ يو كان واتفقنا ان الانترنال انرجي انتنسيف ولا اكستنسيف؟ معتمد على انترنال انرجي عدد هنا كام؟ قول دلوقتي 12 عندهم طاقة معينة صح؟ فلو حد جه من بره قال أنت عندك طاقة قد إيه؟ هعمل إيه؟ هاخد طاقة كل واحد فيهم وأجمعها وأقول له عندي إنترنال إنرجي كذا صح؟ لو عندي 25 نفس الكلام هيبقى جمع 25 فكل ما عدد المولكيولز يزيد منطقي إن الإنترنال إنرجي بتاعته يحصل فيها تزيد يبقى دي إنتنسيف ولا إكستنسيف؟ بتعتمد على الماس صح يبقى عطوله الاغنيه اكستنسيف عايز احولها للانتنسيف زي ما بقول على طول هقسمها على الماس بدل ما اسمها انترنال انرجي اسمها ايه؟ سبيسيفيك انترنال انرجي صح انترنال انرجي يونت بتاعتها ايه كالعاده ماشي لان هي في الاخر عباره عن ايه؟ انرجي مش وور انرجي سبيسيفيك انترنال انرجي يونت بتاعتها ايه؟ جول بس الكل ايه؟ الكل جول صح ده في حالة إن أنت ما سمحتش إن المولكيولز بتاعتك تعمل إيه؟ تعمل فلو. لو سمحت إن المولكيولز بتاعتك تعمل فلو هيبتدي يحصل إيه؟ المولكيولز تتحرك، تتحرك نتيجة إيه؟ نتيجة فرق ضغط. بمعنى لو أنا اتحطيت هنا كل بار والفلو اللي جوه الضغط بتاعه مثلا 10 بار والضغط اللي جوه 1 بار وأنت فتحت البار على طول ابقى اسمع. علمونا دايما إن الفلو بيحصل من فين لفين؟ الضغط الأعلى ساعتها انت كده سمحت للمولكيولز ان هي تعمل ايه؟ تعمل فلو. ساعتها لما تيجي تحاسب المولكيول تحاسب المولكيول ان هي عندها اي نوع من الطاقه؟ ده عكس الانصاف. حاسب ان هي عندها اي نوع من الطاقه؟ الاثنين مين ومين؟ كده كده مخزنه جواها انترنال انرجي واقف عليها حاجه اسمها ايه؟ فلو انرجي. راح مجمع الاثنين وسميهم هو خلاص انصاف. واتفقنا برضه ان الانصاف ده اللي هو عاوز ايه؟ ايه؟ كابيتال ولا سمول؟ لان ده انتنسيف ولا اكستنسيف؟ الاكستنسيف كل ما عدد المولكيولز بتتحرك ديت هتزيد كل ما الانفصال بتاعها بيحصل فيه بيزيد فيها مشكله؟ عايز اقارن الانفصال بين اكستنسيف انتنسيف اسمع الماس ولا اسمها ايه؟ سبيسيفيك انفصال انفصال دي قلتها ايه؟ لان عباره عن ايه اصلا؟ انرجي وسبيسيفيك عباره عن ايه؟ انفصال دي بقى المفروض بتساوي مين؟ الفلو انترنال انرجي اللي هي يو زائد فلو انرجي، فلو انرجي بتساوي بي بي اشمعنى؟ اشمعنى فلو انرجي بي في بي؟ قال لك ان في الاخر انت هيبقى عندك مجموعه من المولكيولز صح كده؟ المولكيولز اللي قبلهم بتاثر عليهم الفورس جاي من زيت مين؟ مش بتاعهم عشان يخرجها ايه؟ ديستنس معينه صح؟ فلما تيجي تقول لي ان الانرجي اللي المولكيولز دي خدتها من المولكيول اللي قبلها بتساوي فورس موضوع في مين؟ في ديستنس والفورس دي عباره عن ايه اصلا؟ بريشر موضوع في مين؟ اريا في ديستنس بتيجي على طول صعب؟ وعشان كده على طول بنقول ان البي في البي دي حاجه بنسميها ايه دايما؟ فلو انرجي صعب؟ ينفع اخد المعادله دي عامل فيها ايه؟ ينفع اخد المعادله دي كلها عامل فيها ايه؟ ديفايس ولا مين؟ طيب ماس اتش كام تبقى ايه؟ اتش سمول
يو كام فات باين؟ سمول سمول ليه في البيت باين؟ اسمها بريشر زي ما هو بس فوليوم على ماس سيرك فوليوم يبقى دايما على عقل الضغط الانسان بيبقى انترنال انرجي بتقول لي ان الاتش بتساوي يو بلس بي في سواء ده هتعامل معايا اكستنسيف او هتعامل معايا صعب الكلام ده؟ في مشكله؟ طيب كالعاده لو خدت ده السيستم السيستم بتاعي كلوز لو خدت السيستم المنظر ده السيستم بتاعي لحد هنا في مشاكل؟ من الاخر بقى تاني انت المفروض تتعامل معايا خلاص مع الفلويد اللي جوه السيستم هو ده اللي انت مهتم بيه صح؟ وايه اللي انت مهتم بيه في ورك الفلويد ده؟ انا بس التغير اللي بيحصل التغير في مين؟ في الستيت صح؟ والستيت تغيرها بعرفها على طول ان هو تغير في مين؟ في الجرافيكس صح؟ اهتم اكتر بالانتنسيف ولا الاكستنسيف؟ مين اللي بيعبر عن الجرافيكس اكتر؟ انتنسيف فكل الوركينج فلو ده اتعامل معايا اهتم ان انا اطلعه كام جرافيكس لغايه دلوقتي؟ ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ خمسة ايه هما بقى؟ هذا ما على حسب مسألة بس انت مهتم بقى حسب نوع المسألة انت المفروض تقدر تجيب كام جرافيكس؟ خمسة ايه هما؟ بريشر مين؟ تمبرتشر انسى فوليوم اسمها ايه؟ سبيسيفيك فوليوم مين تاني؟ سبيسيفيك انترنال انرجي مين كمان؟ سبيسيفيك انسر يبقى كل نوع فلو هتعامل معايا لازم اتعامل معاه مين؟ بريشر وتمبرتشر وسبيسيفيك فوليوم وانترنال انرجي وسبيسيفيك انسر صعب؟ فيها مشكلة؟ طيب النقطة بقى عشان احدد ستيت محتاج كام بروبرتي معايا؟ عشان احدد ستيت يعني انا دلوقتي هيبقى عندي سيستم السيستم ده انا قلت لك ان انا جايبه على ستيت وكام كام مثلا؟ ستيت 1 انما في حاجه اسمها ايه؟ بروسيس عشان السيستم يتحول يبقى على السيستم على ستيت 2 بتعرف الستيت دي ايه؟ بالبروبرتي محتاج كام بروبرتي عشان تعرف ستيت؟ محتاج تمبريتشر محتاج كام بروبرتي؟ انا مش محتاج منك بقول لك عايز اني بروبرتس عايز كام واحد انا كفايه عندي اثنين بس ان انا احدد مين الاستيت بس بشرط ان الاستيت ديفاين باي مين لما اقول لك عايز اثنين بروبرتس عشان اعرف ستيت بتكلم على انهي نوع بروبرتس انتنسيف ولا اكستنسيف انتنسيف واتفقنا محتاج كام انتنسيف بروبرتي اثنين وبشرط تاني الاثنين دول لازم يبقوا ايه؟ اندبندنت يعني ايه اندبندنت؟ عشان اعرف اجيب ما بيعتمدوش على بعض يعني محدش يضحك عليه شويه بس ستيت 1 مثلا اديلها الدنسيتي بتاعتها واديلها الستيت فوليوم بتاعها كده ونديك كام معلومه؟ واحده الاثنين بيعتمدوا على ايه؟ على بعض اما لو عايز اكلمك على ستيت 1 وعايز اجيب معلومتين تقدر تشتغل بيهم الاثنين دول مثلا بي 1 وبي 1 او تي 1 وبي 1 او بي 1 وتي 1 اهم حاجه ان الاثنين ما يعتمدوش على ايه؟ على بعض على بعض. حد عنده مشكله؟ صعب؟ طيب يبقى انا همسك كل نوع من الوركينج فلوس بتاعتي ابتدي اطلعه من البي والتي والبي واليو والاتش. حد عنده مشكله؟ صعب؟ طيب الوركينج فلوس عندي لو اتعامل معاهم قسمناها كام نوع بقى؟ بالظبط لنوعين الوركينج فلوس مش الفلويد سيبك من الوركينج فلويد الفلويد اللي بتعامل معاه بقسمه كام نوع؟ نوعين يا اما ايه يا اما ايه؟ يا اما ايجر جاس يا اما ايه؟ بيور سبستنس تمام؟ بيور سبستنس عندي اسمه بيور جاس مش مشكله. الايجر جاس ده هو ايه؟ خدتها في كيمستري. مهما عملت لا لسه في فيك ولا مرتين. مهما عملت فيه هيفضل في صوره ايه؟ هيفضل في صوره ايه؟ هيفضل جاس ينفع يتحول ليكويد؟ لا وعشان كده بيقول ايجر جاس بيبقى موجود في كام فيز؟ وان فيز والوان فيز اللي بتتكلم عليها ديت هي ان فيز جاز فيز وما البيور سبستنس ممكن يتواجد في اكتر من ايه؟ اكتر من فيز اللي هما كام فيز؟ كام فيز؟ اثنين بس الاثنين بس انا بتكلم على فيلد فانسى موضوع السوليد من دماغي دلوقتي بيور سبستنس وانا اتعلم معايا ممكن الاقي ليك ومره واحده يتحول ايه؟ لجاز ممكن الاقي جاز مره واحده يتحول ليه؟ ليكويد زي اللي انت بشوفه على طول مين دايما قدام بيتحول من ليكويد لبيبر من بيبر ليكويد؟ هما مين ايجر جاز؟ زي مين مثلا؟ الهواء مين تاني؟ نيتروجين مين كمان؟ اكسجين هيدروجين هيليوم نيتروجين اي حاجه اي جاز ما
حد في مشكلة؟ صعب؟ طبعا الكلام ده غلط. ليه بقى؟ لأن الناس كلها عارفة إن المايكروس ممكن أحوله لإيه؟ ليكو. والأوكسجين ممكن أحوله لإيه؟ ليكو. والهيليوم ممكن تحول لإيه؟ ليكو. ومن حضرتك التعريف ده ليه؟ عشان بنغير الفورمة. هنتكلم بقى على حاجة. إيه؟ دي بنغير الفورمة بتاعتك ليكو بتاعتك. لازم تضغط الأول. طبعا هو ليكو نفس الكلام، لأن هو بيضغط وهي ضغط. مش ستاندرد النقطة الوحيدة اللي بتبقى عندي بفرق بين ايديال جاز وبيو سبستنس، ايديال جاز ده جاز ما ينفعش تحول لليكويد الا في ظروف ايه؟ قاسية. ظروف قاسية يعني البريشرز عالية جدا والتمبرتشرز زي لكن انا مش هوصل لها الا لما انا احطه الجاز ده اول في ظروف قاسية جدا. اما البوتل ده بيتحول ليه؟ بيحول الفيت بتاعته في الظروف العادية. او بمعنى تاني الايديال جاز ده موديل انا بختاره ينفع اتعامل مع اي حاجة كانها ايديال جاز بس لو كبرت فيها ايه؟ شروط معينة. تمام؟ الشروط المعينة ديت هي اللي بتقرب لي حاجة اسمها ايديال جاز ايه؟ موديل او اللي كان المفروض ان انتوا تحطوها في الفيزيكس او الكيمستري مش متأكد يعني. كان حاجة اسمها ايديال جاز اسامبشنز اللي بينها. ايوه. ان المسافة بين المولكيولز ايه؟ كبيرة جدا. الانتر موليكيولر فورسز بين المولكيولز تبقى ايه؟ ضعيفة جدا. قوية قوية بعض. صح؟ الحاجة التانية اي كوليجن بيحصل في المولكيول بيبقى نوع ايه من الكوليجن؟ بلاستيك. لو قدرت تقول ان الشروط ديت انت قدرت تقرب لها اقدر اتعامل مع اي حاجه على اساس انها ايه؟ ايديال جاز. ما عرفتش تقرب لها يبقى مضطر تتعامل مع ايه؟ بيور سبستنس. يبقى كل الفلويدز اللي في الدنيا هي اصلا ايه؟ بيور سبستنس. في ظروف معينه بس اقدر ان انا بدل ما اتعامل معاها على اساس ان هي بيور سبستنس اقدر اطبق حاجه عليها حاجه اسمها ايديال جاز ايه؟ ممكن. لحد هنا في مشكله؟ انا بقى في شغلي السنه دي معاكم السنه دي بس اي نوع من الجاز بس هختار النوع على طول ايه؟ ايديال جاز. ما عدا مين؟ ما عدا الوتر ومين كمان معاه؟ عارفين الفيبيون؟ والفيبيون او المبابدات فيبيون الموتر دايما بحطه تحت مين؟ بيور سبستنس بس سنين بس وايديال جاز هو مين؟ اي نوع من الجاز تاني؟ حد عنده مشكله؟ الطبيعي ان اول حاجه تبتدي تتعامل مع حاجه الايه بالنسبه لك؟ السهل واسهل حاجه اتعاملت فيها طول السنين دراستي هي حاجه اسمها ايه؟ ايديال جاز واوعى تنسى سواء ايديال جاز او بيور سبستنس انا مهتم تطلع مين؟ الخمسه اللي بتمسك الفورس بتوع البي والبي والتي واليو مين؟ والاتش. حد عنده مشكله؟ طيب اول حاجه اتفقنا اسمها ايه؟ ايديال جاز والناس كلها اول ما تيجي سيرة ايديال جاز يفتكروا القانون بيقول لهم ايه؟ يسوي كام بقى؟ ان ار تي صح؟ ممكن بس اغير شكل حاجه صغيره في الموضوع ده؟ الار تي اسهل ايه؟ أربعة فيها مشكلة عن حد؟ تعال بقى نفتكر تنين بي فريش فريش في نقطته ايه؟ قال لك لازم تكون في عمل يونت اس اي يونت بتاعته بس كان مجموعة عمل سكور ده بس كان البي اللي هو فوليوم اس اي يونت التي تمبرتشر واليونت بتاعته الكلب فيها مشكلة؟ مين بقى من الان ده؟ نمبر اوف مولز. كان ايه واحده بتاعته؟ مول. مول او ايه؟ او كيلو مول. فيها مشاكل؟ ومين الاكبر ده اللي هو اسمه ايه؟ لا مش جاز كونستنت. يونيفرسال جاز كونستنت. واللي فوق عليه ان ده رقم ثابت لجميع ايه؟ لجميع الجاز. كان بيساوي كام؟ افتكر بقى ايه بوينتس 3 و 4 كان موجود ايه؟ دي اللي موجود ايه؟
مثلا اللي احنا تقريبا عارفينه. بص 90% من المسألة بتيجي هوا.
في بقى شويه غازات في النص دي كربون دايوكسيد نيتروجين اوكسجين وحتى لو ده غاز انت مش عارفه جاست ان هو يتبع الفورمولا بتاعته حاطط النيتروجين وانت اوكي لحد هنا في مشاكل؟ صعبه؟ نعم. طيب في حد بقى جاي على يقول لي اي ولا ام ار تي بيسموها ايه؟ انواع من الغازات مبدئيا ما بقاش عارف خلاص بي بي ولا ام ار تي كانوا بيسموها ايه؟ اول حاجه بيسموها ايتا جاز ايه ريليشن بس انا يهمني اول اسم التاني بتاع بقى اللي هو ساعات بيسموه ايه ايكويشن اوف ستيت يعني ايه ايكويشن اوف ستيت معادله الحاله يعني ايه هو ايكويشن اوف ستيت يعني بيقول لي ستيت عباره عن ستيت لا طبعا ستيت ما ده كلام عادي يعني ايه طبعا ستيت ليه بيسموا دي بي ايكوال ام ار تي ايكويشن اوف ستيت؟ لو عندك سيستم وانا جايب السيستم دوت جواه في ايجر جاز وجايب السيستم ده عند ستيت 1 ماشي عملت على السيستم دوت بروسس معينه وات ايفر البروسس دي مش مهم هلاقي السيستم غير حالته عند ستيت 2 ستيت 2 تقدر انت بقى ساعتها وانت مطمن طالما انت ضامن ده ايجر جاز تعمل ايه؟ اطبق عليك حاجه اسمها ايكويشن اوف ايه؟ ستيت طبعا عليك المرة مرتين اه طبعا على ستيت 1 الايكويشن ديت ساعتها اقول ايه؟ بي 1 بي 1 ايكوالز مين؟ ام 1 في ار تي 1 على ستيت 2 اه طبعا ايكويشن في ستيت بي 2 بي 2 ايكوالز مين؟ ام 2 ار تي 2 يعني ايكويشن في ستيت بتطبقها كم مرة؟ بس حسب عدد مين؟ الستيت لو عندك خمسة ستيت طبعا بي بي ايكوال ام ار تي كم مرة؟ خمسة وعشان كده بسميها ايكويشن اوف ستيت هي دي الايكويشن اللي بتعرف الستيت بتاعتك ان اقدر اطبقها على مين؟ على الستيت صح؟ الايكويشن دي فيها كام بروبرتي؟ بي بي ايكوال ام ار تي فيها كام بروبرتي؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة أربعة إيه هم؟ فيشل فوليوم ماس وإيه؟ كامبتشر صح؟ بس احنا قلنا الستيت بتعرف بأي نوع من البروبرتي انتنسيف ولا اكستنسيف؟ انتنسيف مش ممكن اكتب الايكويشن ديت بصوره ثانيه نغيرها شويه خد الايكويشن سيبها على مين؟ على الماس تديك ايه على طول؟ فشل بس مين دلوقتي؟ بي بتساوي ار تي الايكويشن ديت فيها كام بروبرتي؟ ثلاثه انتنسيف بس مين ثلاثه انتنسيف؟ بي وبي سبيسيفيك والثالث ميس الايكويشن دي ايه بقى؟ لو اداك لاي جاز الفشل والتمبرتشر تقدر تطلع له مين؟ الدنسيتي صح مش السبيسيفيك فوليوم لا هو نفسه واحد على الهواء صح وعشان كده لما حد يجي يقول لك كثافه الهواء بكام اقول له ايه؟ ما اعرفش اديني مين ومين عشان اقدر اقول لك كثافه الهواء البريشر ومين؟ التمبرتشر كل ما البريشر بيزيد اللي يحصل الدنسيتي كل ما البريشر بيزيد كل ما البريشر بيزيد مش مهم مهم ده لو بتتكلم في سكشن اه صح من زمان قوي كل ما البشر بيزيد اللي يحصل الدنس كل ما البشر يزيد اللي يحصل الدنس هو مش مهم سؤال الدنس او اه لا ده بالنسبه للسود وليكت كمان هتقول لي كلام لا السود وليكت تاني كل ما البشر بيزيد بتاع الجهاز دي ان الجهاز عمال يشغل حاجه يزيد اقل نفس الماس يبقى تلاقي الدنس فيها صافيه ايه؟ بنزين كل ما التمبتشر تزيد هتلاقي الدنس فيها سكر ايه؟ بتقل ما بين الكوشن دي ما هو نفس التمبتشر نفس التمبتشر يعني ار في تي ده ثابت كل ما البريشر يزيد الاستريك فوليوم هيحصل فيه ايه؟ يقل الدنس فيها سكر ايه؟ هتزيد بلاش لنفس البريشر كل ما التمبتشر ده يزيد هتلاقي الاستريك فوليوم هيحصل فيه ايه؟ هيزيد يبقى الدنس فيها سكر ايه؟ بتقل يبقى ايه القانون ده؟ ان انا لو اديتك بس اثنين انتنس تقدر تطلع ايه؟ التالت يعني اديك البي في البي او بي والبي تقدر تطلع مين؟ تي اديك بي وتي تقدر تطلع مين؟ بي تقدر بي وتي تقدر تطلع مين؟ بي فمثل القانون دوت ان انت بس كفايه ان انت اديك اثنين انتنس بروبرتي تقدر تطلع ايه؟ الباقي وعشان كده قلنا الاثنين بتعرف بكام انتنس؟ اثنين بس بشرط ان هم ما يعتمدوش على ايه؟ مع بعض واضحه كده؟ فيها مشكلة؟ يبقى أي حد يجي بعد كده يسألك الدنس بتاعت النيتروجين بكام؟ الشرط إن هو لازم يديك مين ومين؟ سبيشال تمبرتشر واتفقنا قبل كده إن أنا فاكر مش هتسمع كلمة دنس معايا كتير بدل الدنس بتاع المنين؟ سبيشال تمبرتشر
حد في مشكله؟ بقى في مشكله واحده بس في الجافس، ايه هي؟ اتفقنا ان انا عشان اتعامل مع اي فلويد في السيرم دايناميك محتاج اعرف كام بروبرتي؟ خمسه اللي هم بي وتي وسبيسيفيك فوليوم وسبيسيفيك انترنال انرجي وسبيسيفيك انزايم. القانون ده مره واحده خلصت من ايه؟ من ثلاثه اللي هو فاشل تمبرتشر وسبيسيفيك فوليوم. يبقى لك مشكله في اثنين، قول مين؟ السبيسيفيك انترنال انرجي وسبيسيفيك ايه؟ انزايم. ويبقى لو خلصناهم خلصنا كده الاي جي ام اس كله. بيجيبوا بقى الانترنال انرجي والانزايم بتاعت الجاسس ازاي؟ بالام سي سي في فيرست اوف سيم دايركت سي في اه فيرست اوف سيم دايركت المفروض يطلع لي ورد وميت. انا عايز دلوقتي اطلع انترنال انرجي وانسايد. هو بيعمل درايف اجيبها منين؟ او اجيبها منين؟ مش في حاجه اسمها سي في سي في وسي في فاكرين انتوا قبلك ونص فاكرين الكلام ده؟ مش هتقول الكيمستري؟ خدناه في الفيزكس فيزكس مش هتفكر عرفت حاجه اسمها ايه بقى؟ specific لا في الجولد هيت كاباسيتي. حد يعرف كده ايه هيت هيت كاباسيتي؟ هي الانرجي ريكواير مش انرجي اسمها specific هيت. يبقى اكيد تعرف ايه؟ amount of heat وفي نفس الوقت هي ايه؟ specific. طالما هي حاجه specific يبقى هي كل ايه؟ لكل 1 كيلو جرام. يبقى ايه تعريف السبيسيفيك هيت كاباسيتي؟ amount of heat required to raise the temperature of ايه بقى؟ of 1 كيلو جرام صح؟ of gas by ايه؟ 1 1 ايه بقى؟ degree Celsius مش 1 degree Celsius او 1 degree Celsius او كيلفن مش 1 degree Celsius او 1 كيلو مش حاجه اسمها degree Kelvin. بس انا اول لا انا قلت degree Kelvin. اول ما اسمع degree Kelvin او اول ما الاقي حد كتب لي فوائد اجابته في الامتحان degree Kelvin كده المشكله كبيره بالنسبه لي. انا اصلا ده اكيد مفيش حاجه اسمها degree Kelvin اتفقنا؟ هي كميه الهيت اللي انت محتاجها عشان ترفع درجه حراره 1 كيلو جرام الجاز قد ايه؟ 1 degree Celsius. انا عارف انت لما ارفع درجه حراره 1 degree Celsius هي نفسها ان انا ارفع درجه حراره كام؟ وكيف انا بتكلم على دلتا تي مش الدلتا تي بالدجري سيلسيوس هي نفسها دلتا تي بالكلفن مش فاهم صح بس اكيد بتفرق كيس كبس ديت مع رقم على مرتين مره كونستنتين مره كونستنتين مره كونستنت فوليوم ومره الثانيه كونستنتين فشل. خلينا اول في كونستنت فوليوم. اول حاجه سبيسيفيك كبس ده انا بعمل ايه؟ سي سي كابيتال ولا سمول؟ سمول اللي هي ايه؟ سبيسيفيك وديها سبسكريبت ايه؟ في عشان ديت الكونستنت ايه؟ فوليوم. حد في مشكله؟ يبقى تزود على التعريف اد كونستنت ايه؟ فوليوم. وحده السي في ايه؟ هي اماونت اوف هيت يبقى وحدتها ايه؟ جول. لكل ايه؟ لكل كيلو جرام اللي هي جول لكل ايه؟ لكل كيلو جرام. عشان ترفع درجه حراره قد ايه؟ 1 ديجري يبقى هي جول لكل كيلو جرام لكل ايه؟ لكل ديجري سنتيوس او جول لكل كيلو جرام ايه؟ كلمه تفرق فيها مشكله؟ انا هقولها من دلوقتي وانا عارف ان انا في الامتحان هشوفها تاني. لما تيجي مثلا الدكتور يديك ان السي في مثلا في الامتحان 718 جول لكل كيلو جرام ديجري سنتيوس مش عارف اشوف حد يجي يقول لي يبقى دي بتساوي 718 زي 273 جول لكل كيلو جرام كده. تفرق معايا بس في الدرجات. تمام؟ امال هي المفروض لو عايز احولها لكلمه اعمل فيها ايه؟ هي 718 جول لكل كيلو جرام كده. متفقين؟ تفرق معايا في حاجه؟ ما انت بتتكلم على فرق التمبتشر، فرق التمبتشر يفرق معاك في سيلسيوس ولا كلمه؟ مش انت ضحكت دلوقتي على عمل كده؟ اشوفك تخيل في سنه ثانيه ميكانيكا يعني عدى اولى ولاقي غلطه زي دي برضه. فبعد اذنك طب ركز كويس تعرف ان هي كل ايه؟ لكل فرق درجه حراره، فرق درجه حراره في الجي سيلز في هو ايه؟ هو لحد هنا في مشكله؟ ايه بقى لازمه السي في ديت؟ دي ازاي؟ قال لك تعالى نطبق التعريف، يعني ايه نطبق التعريف؟ هات لي ايه؟ هات لي ريشن تاج، اشمعنى جبت ريشن تاج؟ عشان تقدر تقول على طول ان اي حاجه تحصل جواها هيبقى كونستنت ايه؟ فيها مشكله؟
احط جوه الفيش التانك ده ايه؟ جاز الماس بتاعته كام؟ بالتعريف 1 كيلو جرام وهتعمل فيه ايه؟ هسخنه يعني هدخله ايه خلاص؟ كيو هيت حد فيه مشاكل؟ طب كويس بحيث ان التمبتشر بتاعته تزيد بقد ايه؟ 1 دي سيلسيوس اللي هي نفسها كام؟ 1 كيلو يبقى الهيت اللي انت دخلتها دي هي تساوي مين على طول؟ هي السي في مش السي في هي الاماونت اوف هيت ريكوايرد تو ريز التمبتشر 1 كيلو جرام باي 1 دي يبقى لو عندك 1 كيلو جرام من حطه جوه ميج التانك يعني الفوليوم بتاعه هيفضل ايه؟ ثابت وقعدت تسخن فيه لحد ما التمبتشر مش عارف زادت بكام؟ 1 دي سيلسيوس يبقى كميه الهيت اللي انت دخلتها هي نفسها مين؟ السي في صح؟ فيها مشكله؟ طب ثواني هما لو بدل 1 كيلو جرام حطيت 2 كيلو جرام يبقى المفروض انا اطلب السي في دي في مين؟ في الماس طب بدل ما تزود الدلتا تي بواحد تزود الدلتا تي ب 10 مثلا يبقى المفروض تطلبه في مين؟ الدلتا تي صح؟ يبقى الكيلو اللي انت دخلتها للجاز طالما الفوليوم بتاعه ثابت يبقى الكيلو اللي انت هتزودها للجاز تساوي مين؟ ام سي في دلتا تي صح؟ والهيت اللي دخلت دي المفروض عملت ايه؟ هل زودت الانصالبي؟ اقدر اتكلم هنا عن الانصالبي في الكروس سيستم؟ هل المونيتور بتاعتي سمحت لها ان هي تعمل فلو؟ لا يبقى انت لما دخلت هيت للمونيتور كل اللي انت عملته ان انت زودت مين وخلاص حاجه اسمها ايه؟ دلتا ايه؟ دلتا يو؟ دلتا يو؟ صح يبقى من التعريف ده كله اقدر اقول ان الايديال جاز اليو بتاعته بتساوي مين؟ طلعنا من دلتا يو بتاعته بتساوي مين على طول؟ ام اس في بي دلتا تي دي اول حاجه طب الدلتا يو سمول تساوي مين؟ سي في دلتا تي اس مع ماس صح؟ طب اليو لوحدها تساوي مين بقى؟ السي في مضروبه فين وخلاص؟ في تي بس هنا شرط انك لازم تعوض بتي ده ايه؟ كلمه اتفقنا لو بتعامل مع ديفرنس تحط التمبتشر بايه؟ كلمه دي سيرفيس مش فارقه اما لو حطيت لها تي لوحدها كده وخلاص انت طب انهي واحده؟ كلمه فيها مشكله؟ طلعنا من هنا بايه بقى؟ ان انت لو عايز تجيب الانترنال انرجي بتاعت اي ايديال جاز تجيب الانترنال انرجي بتاعته ازاي؟ ان يو بتاعته تساوي ام سي في في تي لو انت هتجيب يو كانت عايز تجيب يو سمول يبقى سي في في تي فيها مشكله؟ صعبه؟ يبقى نكتبها برضه اليو كانت بتساوي على طول ام سي في الموضوع صعب؟ في اي مشاكل؟ طب كده انا خلصت ايه بقى ايديال جاز؟ فشل تمبرتشر بتساوي فوليوم على طريق بي ايكوال ار تي قدرت اجيب اليو سمول عن طريق ان هي بتساوي سي في في تي ناقص لي بس مشكلتي في مين؟ في الانصاب اجيب الانصاب ازاي؟ نشوف بقى السبريد هيت ليها تعريف تاني اسمها سبريد هيت كونستنت ايه؟ فشل هتسميها ايه مع بعض؟ هتسموها ايه؟ نفس الكلام سي سمول عشان هي سبيسيفيك بس السبسكريبت هيفرق يبقى اسمه سي ايه؟ سي دي ويبقى ايه تعريفه مش هكتبه اه هو في ريكوايرد بيز تمبرتش 1 كيلو جرام اوف جاز باي 1 ديجري ات كونستنت بريشر صح؟ السي دي وحدتها ايه؟ ما هي نفس الكلام اماونت اوف هيت لكل كيلو جرام عشان ترفعه 1 ديجري سيلسيوس او جول لكل كيلو جرام ايه؟ طبق بقى التعريف طبق التعريف ازاي؟ هات سيستم مهما عملت فيه بريشر بتاعه يفضل ايه؟ ثابت هو بيستم فاكرين مش مهم المره اللي فاتت؟ قال لك لو جبت سلندر وحطيت جواها بيستم بس في شرط ان البيستم ده يبقى ايه؟ فري تو موف عشان الفوليوم يعوض وطبعا بيستم فري تو موف يبقى انت كده ضامن ايه؟ ان مهما عملت جوه البيشر يفضل ايه؟ ثابت الشرط الثاني السلندر احط فيها ايه؟ جاز صح؟ الجاز دوت الماس بتاعته كام؟ 1 كيلو جرام هي مشكله؟ تروح على طول تعمل ايه؟ اسخن بس ثواني هنا هتفرق طالما بيست فري تو موف يبقى البشر يفضل ايه؟ ثابت البشر يفضل ثابت ليه؟ عشان لما اسخن البيست هيعمل ايه؟ هيتحرك لفوق ولما البيست يتحرك لفوق هيحصل في الضغط هيقل صح؟ والتسخين بيعمل في الضغط عايز يزوده يبقى التسخين عايز يزود الضغط بس اللي بيتحرك فوق عايز يقلل الضغط الضغط بتاعك يفضل ايه؟ ثابت صح؟ يبقى كده اقدر اقول ان البروسيس بتاع تم ات كونستنت ايه؟
فيها مشكلة؟ حد بقى يقول لي اعمل ايه؟ خلاص قول لي بقى. عايز اعرف عن البريتشر نفس الفكره اللي عملتها لي؟ اه بالظبط، اعمل ايه بقى؟ اقول لي مين الكيو دي اللي دخلت. الطبيعي ان هي عملت ايه؟ المشكله ان هي عملت ايه؟ عملت حاجتين. ايه وايه؟ زودت الانترنال انرجي. صح؟ وعملت ايه كمان؟ عملت فلو انرجي. هل هنا حصل فلو؟ بس ما حصلش فلو. حصل هنا فلو؟ اه حصل فلو. حصل فلو ازاي؟ مش الجاز بتاعك كان هنا؟ وعمل فلو انرجي بحيث ان هو زق مين؟ زق بيستون؟ اه انتوا زمان كنتوا بتقولوا ان هو دلتا يو زق مين؟ يعني انت اللي دخلت عملت حاجتين، طلعت انترنال انرجي او زودت انترنال انرجي وطلعت لي ورك اسمه ورك ايه؟ سبيسمنت. فيها مشكله؟ ورك سبيسمنت كان بيساوي كام؟ انتجريشن بي تي في. صح؟ البريشر بتاعك مين؟ ثابت. يعني انتجريشن بي تي في دي هتقدر اشيل واحط بداله مين؟ بي تي في. دلتا في. حد عنده مشكله؟ طب شو الاتش؟ عارفين ان هي نفسها بتساوي يو بلس بي بي. صح؟ او واحده واحده فيها. انا معايا اليو. الكيو هيساوي دلتا يو تلاقي مين؟ يو 2 ناقص يو 1 زائد بي دلتا بي اللي هو مين؟ بي بي 2 ناقص بي 1. البي ده انهي بي؟ هل هو بريشر 2؟ اه. هل هو بريشر 1؟ ايوه. هو 1. يعني كده تكون القانون ده يساوي كام؟ يو 2 زائد بي 2 بي 2 يطلع لك مين؟ اتش. الناس مش متجاوبه. صح كده؟ ناقص يو 1 زائد مين؟ بي 1 بي 1. انت عرفنا ان الاتش ان هي دايما بتساوي مين؟ يو بلس بي بي. يعني انا بقول ان الهيت اللي دخلت بتساوي مين على طول وخلاص؟ اتش 2 ناقص مين؟ اتش 1. لحد ما في مشكلة؟ صعب؟ فيها مشكلة؟ طيب الهيت بقى اللي انت دخلتها دي اصلا تساوي هي amount of heat required greater than 1 كيلو بار. انت عايز ان انت تزوده دلتا تي بكام بس؟ 1 دي بي سلسيوس. يعني انا اشيل الترم بتاع كيو واحط بداله مين؟ سي بي. ده بشرط ان الماس بكام؟ 1 كيلو. صح؟ طب لو الماس بخمسة السي بي تضاعف مين؟ فاهم؟ طب لو دلتا تي مش بواحد ب 20 احط مين؟ اضاف ال 20 اللي هي هنا على طول الدلتا تي. وطلع لي هنا التعريف الثاني بتاع الانصاب بيقول لي ايه؟ ان الدلتا اتش بتساوي دلتا يو بتساوي ام سي بي دلتا تي. يبقى الدلتا اتش بتساوي هنا على طول ام سي بي دلتا تي. او اقدر اكتبها سمول دلتا اتش سمول بتساوي هنا على طول سي بي دلتا تي. طب اتش سمول لوحدها بتساوي مين؟ سي بي تي. بس انا شرط ان الترم مش تبقى بايه؟ بالترم. او تقدر تقول ان اتش كابيتال بتساوي ام سي بي تي. صعب؟ فيها مشكلة؟ طيب تاني وصلتني لإيه دلوقتي؟ يلا بسرعة عشان نخلص الموضوع ده. جبت الخمس بروبرتيز بالظبط كده. الأيديال جاز طلعت له كام قانون؟ تلاتة. إيه هما بقى؟ أول قانون بي 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 إيكوال كام؟ أر تي. أو إم أر بي بي إيكوال إم أر تي. مش هتفرق معايا في حاجة في القانون التاني اللي طالع منه يو ان اليو بتاع الايديا جاز ده بتساوي سي في في اتش سمول تساوي سي في في. الكارثة بتاعتك فين؟ ان الدكتور لا ما كده خلاص عشان ان الدكتور لا يديك السي في ولا الدكتور يديني السي في. حاجة انت اللي المفروض انك تجيبها. تجيبهم بقى ازاي؟ على حسب السيستم اللي عندي. ليه نوع السيستم؟ واحدة واحدة. اجيب السي في والسي في ازاي؟ نفتكر حاجة الأول قبل ما نقعد نفسي نقلل قانون الدكتور أي ده. أول حاجة تقول لي إيه؟ اتش سمول تساوي يو سمول بلس بي في بي سمول. مش كلنا متفقين على كده؟ الاتش هي مين؟ سي بي تي. صح؟ اليو هي مين؟ سي سي بي تي بلس البي بي يكبر كام؟ ار تي. يبقى أول ريليشن المفروض تقول لك إيه؟ السي في بتساوي سي في بلس 1. دي اول ريليشن. وانت لوحدك تقدر تطلع مين؟
ده ويت صح؟ يبقى لو انت معاك الار او الدكتور اداك نوع الجاز انت بتقدر تطلع منه على طول. الار بقى عندك معادله كام مجهول؟ مجهولين. عايز معادله ثانيه عشان تقدر تطلع سي بي وسي بي. لحد هنا في مشكله؟ المعادله دي صح ولا غلط؟ اه المنطق كده صح واللي ياكد لك ان هي صح ان السي بي والسي بي والار ديهم نفس ايه؟ ديهم نفس هي جول كل كيلو جرام كلفن او جول كل كيلو جرام ديجري سنتي. لحد هنا صح؟ فيها مشكله؟ ايه المعادله الثانيه بقى؟ سي دي ار سي دي طلعت حاجه اسمها ايه؟ بجيبها من الدرامبر. مين هي الدرامبر؟ اللي هي السي دي ار سي دي اسمها ايه بقى؟ اللي هي السبيسيفيك السبيسيفيك ايه؟ كمان؟ ريشيو ايوه سبيسيفيك هيت ريشيو. قال لك ان انا اعرف حاجه اسمها سبيسيفيك هيت ريشيو واكيد انا عندي كام سبيسيفيك هيت؟ اثنين واحد اسمه سي دي واحد اسمه سي دي. فلما اجيب حاجه اسمها سبيسيفيك هيت ريشيو وهي عباره عن ايه خلاص؟ سي بي على سي بي او سي بي على سي بي اختار بس الناس اتفق ان هم يعملوا ايه؟ ان هو يبقى اكبر من واحد الريشيو ده وعشان الريشيو ده يبقى اكبر من واحد يبقى سي بي على سي بي ولا سي بي على سي بي؟ سي بي على سي بي من ايكويشن مين اكبر؟ السي بي يبقى ده على طول سي بي على مين؟ سي بي واحنا سامي الريشيو ده ايه على طول؟ جاما بقى جاما اسمها ايه؟ سبيسيفيك ريشيو وجاما دي بتساوي كام؟ قال لك لو ان الجامعه دي تقريبا ثابته حسب ايه؟ عدد مين؟ الاتمز تمام؟ ولو ان الجامعه دي تقسمها كده يا اما تبقى ايه؟ تبع ايه؟ الجامعه دي ممكن تجازي بقى ايه؟ مونو اتوميك. مين المونو اتوميك؟ زي مين؟ زي مين تاني؟ ارجون؟ اي حاجه مش شايف الكهرباء؟ بالظبط. الجامعة بتاعته بقى كام؟ 3 على 5 أنا أول حاجة إيه لا بقى الأمر الواحد 3 على 5 إزاي؟ أنا بصراحة مش حافظها الكاريشي في الكورة 5 هي بتساوي كام على الكورة؟ 1.67 فيها مشكلة؟ الاحتمال التاني الجهاز بتاعتي بقى إيه؟ طيب زي مين؟ ثواني بقى نيتروجين أكسجين هيدروجين وأهم واحد بالنسبة لي الاير الاير هل يعتبر دايتوميك؟ طبعا لان هو اصلا ايه؟ نيتروجين والنيتروجين دايتوميك حتى الجزء الاكسجين الاكسجين لوحده ايه؟ دايتوميك يبقى الاير هو نفسه ايه؟ دايتوميك فيها مشكله؟ لان النيتروجين والاكسجين في الهواء هل بيتاخدوا مع بعض؟ لا كل واحد لوحده الجامعه بقى بتاعتي بتاعت الدايتوميك بكام؟ 1. كام؟ 4 صعب؟ اخر نوع على هو ايه؟ بولي اتوميك بولي اتوميك يعني اكتر من مين؟ أكتر من زي مين مثلا؟ CO2 طب الجامعة بتاعته بكام؟ 1.33 تمام؟ احفظها دايما بالعكس يعني المونوأتوميك عنده أقل عدد من الأتومز يبقى عنده أكبر إيه؟ أكبر جامعة تمام؟ الدايتوميك في النص 1.4 كل أتوميك أكتر عدد من الأتومز يبقى عنده أقل إيه؟ أقل جامعة صح؟ يبقى عندك كام معادلة؟ 2 معادلتين في كام مجهول؟ 2 مجهولين هم؟ سي بي وسي بي يبقى انا عندي معادله في كل دي ان السي بي او السي بي تساوي كام على طول؟ سي بي بلس ار والجامعه تساوي كام؟ سي بي على السي بي اقدر طبعا منها القوانين عندي على طول استخدمها ازاي؟ من هنا تقدر تقول ايه على طول؟ ان السي بي تساوي جامعه سي بي هتعمل مقالات في القانون ده تقول ايه على طول؟ جامعه سي بي بتساوي سي بي بلس ار صح؟ يبقى السي بي بتساوي مين على طول؟ اه على هوا ناقص مين؟ ناقص واحد. صعب القانون ده؟ طب السي بي تساوي كام؟ ما هي السي بي جاما سي بي صح؟ يبقى جاما اه على هوا ناقص واحد. صعب؟ يبقى الدكتور لو جالك في مسألة وقال لك عندك أكسجين تعمل إيه؟ أجيب الأر وأنا عارف الأكسجين ده يكون معايا جاما. اه عن طريق القانونين دول بطلع منهم سي بي وسي بي. فيها مشاكل؟ أهم جهاز عندي اتفقنا هو مين؟ اير صح؟ طب تعالى نشتغل الاير وفي عليه عن ايه كده؟ فور اير اشتغل بقى قول ايه؟ الجامعة بتاعت الهواء كام؟ ده 1.4 المولوكيو بتاعه كام؟ 1.9 صح؟
الار بتاعته بقى كام؟ 8314 على 28.9 يطلع الار بتاعه كام؟ 287 صح؟ يتحفظ. مش احنا اتفقنا ان الجاز او معظم مسائل الاير جاز 90% الجاز بتاعها جاي ايه؟ انت اصلا المفروض في الحل المفروض الار بتاعه تبقى ايه؟ حافظها. مش لازم تقعد تجاوب يعني الدكتور مش هيحاسبك على دي. لو انت قلت له اه الهواء اللي حافظها 287 اه صح هو مش هيحاسبك. حد عنده مشكله؟ الغلطه اللي عندي هنا ايه؟ مفيش رقم ممكن كده مش فاهم ايه؟ ويكدونتس ار بتساوي 287 جول بير كيلو جرام صح؟ طب دي اول حاجه عارفينها. تقدر تطلع مين كمان؟ السي في بيساوي ار على الرقم ناقص واحد معاك ان الرقم كام؟ 1.4 يطلع لي السي في بتاعت الاول كام؟ 718 جول برضه ليه؟ لكل كيلو جرام كلب او ممكن تكتبها جول لكل كيلو جرام ايه وما فيهاش حاجه؟ اللي بيسال حد هيفهم مشاكل؟ عايز اجيب السي في يا اما تقول لي بتساوي على طول جاما في السي في اللي انت جبتها او تقول لي بتساوي جاما ار على جاما ناقص مين؟ واحد تطلع السي في بتاعت الهواء كام؟ 1005 صعبه؟ ممكن تطلع؟ دول كلهم مجموع 4 اير عشان ما الاقيش واحد بعد كده حافظ لي الثلاث ارقام دول والدكتور جايب لكم مساله عشان بس تتاكد من حاجه يعني تقول له نيتروجين قال لي ار 287 السي في بتساوي 718 السي في 1005 ما اقدرش استخدم القوانين الارقام ديت الا مين بس؟ الهواء بس. يا سؤال مش 90% من المسائل تيجي على الهواء؟ صح؟ 10% وفي 10% طب 90% يعني ممكن الدكتور مثلا في الامتحان ما تجيبلكش هواء خالص. المشكلة إن أنت عارف أنا جاي أستعمل عايز أنا بكلمك في الطبيعي إن أكتر جاز أنا أقدر إن أنا أحصل عليه في أي مسألة عندي وفي الطبيعة بتاعتي أنا بجيب أي جاز متوفر عندي الهواء عشان كده 90% من مسائل الهواء ما طبيعي لأن الجاز المتوفر عندي دايما هو الهواء بس لو دكتور حد يحط لك حاجة كده المشكلة هيدروجين المشكلة نيتروجين سي او 2 صح؟ في مشاكل؟ صعبة؟ باشمهندس محمد أتكلم معاك بيجيلك حاجه بس صح؟ انك تعرف التمبرتشر دي صح؟ والماس بكام؟
ونوع الغاز ايه؟ لان بمعلوميه نوع الغاز بتعرف تجيب السي في، بتعرف تجيب السي في من كل اللي قاله مش هو صعب. فنقدر نحسب الانثروبي ونقدر نحسب ايه؟ الانترنال انرجي. مش كافي قال طبعا بارك رجع من بره
يبقى عايز يقول لك ان الاجراء هيتم بحيث الضغط ثابت اثناء الاجراء. معايا؟ يبقى عايز يقول لك بص دي معناها الاجراء بيتم بحيث ان البريشر ماله كونستانت اثناء تنفيذ الاجراء. ده اول شكل. تاني شكل من تنفيذ الاجراء انا اقول ايزوثيرمال. هو الاجراء اللي بيتم بحيث ان درجه الحراره ثابته اثناء تنفيذ الاجراء. انا هرجع لحاجه قلتها قبل كده. فاكرين الكويس ستاتيك ايكوليبريم بروسس؟ لان انا اتكلمت في الحته دي قبل كده. قلت انا ممكن ابدا بنفس الضغط وانتهي عند نفس الضغط لكن الضغط مش ثابت. صح؟ يكون الفلكتويشن اللي حصل فيها عادي. لكن عشان تقول ان الضغط تقريبا ثابت يبقى شغال كويس ستاتيك يعني بنفس الاجراء بالراحه دي كده. عشان كده انت مش هتقدر تعمل ايزوباريك بروسس ولا ايزوثيرمال الا لما تنفذ الاجراء ده فيري فيري سلولي. معايا ولا ايه؟ ها؟ لانك لو ما عملتش ده مش هتقدر تحافظ على انك ايزوثيرمال ولا انك تبقى ايزوباريك. يعني انا لو جبت مش عارف كده اتفهم كده. مش قلت لو انا عندي بس سلندر رحت جاي مديله هيت. بس هيطلع ويروح واقف. بس اثناء الحركه دي بريشر عالي بعد ما دي وراح نازل نتيجه التمدد وراح راجع تاني للقيمه اللي كان عليها. فالفلكتويشن كان عادي صح ولا لا؟ تقدر تقول ان ايز وقت؟ لا ما تقدرش. الضغط مش ثابت اثناء تنفيذ الاجراء. الاجراء خلي بالك برضه قلت ان هو عباره عن عدد لا نهائي من الستيتس، انت بتمر بعدد لا نهائي من الستيتس من اول ستيت 1 لستيت 2. بس الحقيقه ان هم مش ايكوليبريم ستيتس. وانا قلت قبل كده ان احنا لازم نقف عند حالات ايه؟ حالات ازاي؟ ما بنقفش على اي حاجه. يعني مش هقول لك ادرس البيستول وهو طالع، طالع فين؟ صح ولا لا؟ لكن ورقه بس من هنا بقى هنا يلا ادرس. ليش ستيت 1 وليش ستيت 2؟ طب ما هم بينهم هو عمال بيرد. احنا بقى بنشتغل على ان اجراءات ايه؟ قريبه من المثاليه شويه ها؟ يعني طريقتك لتنفيذ الاجراء هتبقى بالراحه بحيث انك تحافظ على انه يبقى كويس ستاتيك كوليبريم بروسس. معايا ولا ايه؟ فاحنا بقى شغلنا لما يجي مثلا فري دي تو موف بيستون هتلاقيني انا في وسط المساله قايل لك سلولي او فريكشنز ها؟ هتلاقي في كلمه بتدل على المثاليه، الكلمه دي هتدل على انك ماشي كويس ستاتيك. فبالتالي لما يبقى فري تو موف اقدر اقول ان هو ايه؟ اجراء ضغط ثابت، صح ولا لا؟ لكن هو في الحقيقه لو بيستول فريلي واتحرك هنا كده لا ما حدش عارف الضغط ثابت بس ده حركه. بس اللي عارف ان الضغط هنا هو خطر. انتوا معايا ولا ايه؟ تالت اجراء اللي هو الايزوكوريك بروسس. ايزوكوريك بروسس. ده بقى الاجراء اللي بيتميز ان اثناء تنفيذه كان قيمه سبيسيفيك فوليوم قيمه ثابته. طبعا مين سبيسيفيك فوليوم؟ اللي هي الفوليوم على ايه؟ على الماء. دي قيمه ثابته اثناء تنفيذ اجراء يبقى اسمه ايزوكوريك بروسس. رابع اجراء اسمه ايزنتروبيك. ايزنتروبيك بروسس. تاني ده هنجيله دلوقتي. هنتكلم شويه في بس ده مش هيحصل الا لو انت بلوز. او بمعنى اصح المعادلات اللي هنجيبها دلوقتي هيبقى شرطها للماسه الثابته. فعشان تبقى الماسه الثابته والسبيسيفيك فوليوم ثابت يبقى لازم بلوز. تمام؟ خلينا واقفين لغايه هنا هنيجي للايزنتروبيك ونتكلم فيه بالتفصيل وتعالى نرجع كده. لما يبقى عندي سيستم السيستم ده كان عند ستيت 1 واتنقل لستيت 2 في الاجراء ايزوبارك والسيستم ده كان ايديال جاز او بمعنى اصح هتعامل معاه بمعادله الايديال جاز. مش انتوا مش متعور عليكم الايديال جاز ده ايه؟ ها؟ اربعه اصول هو مش حاسس معاك اسم زي الحقيقه مش انت فاهم مش اسمها ده ايديال جاز ولا لا لكن في حاجه اسمها انا هتعامل معاه ازاي؟ في العلاقات اللي تربط اليو والاتش بالبي والتي والفي ها العلاقات دي شكلها عامل ازاي؟ العلاقات دي في الحقيقه صعبه جدا على فكره. يعني لما تقول قدامنا هنا مش بتعتمد على ايه؟ هي بتعتمد على التمبريتشر وعلى سبيسيفيك فوليوم يعني بتعتمد على اكتر من حاجه. ما هي سبيسيفيك ميكس بي في تي في خلاص. ده اكتشوال. طب العلاقه شكلها عامل ازاي؟ وازاي احسب الانترنال انرجي في الحقيقه صعبه جدا. اللي هو تعامل الريال جاز ها؟ الناس بقى عملت طريقه سهله اللي هي باشمهندس عمر عادل رسالة. طريقه سهله بص كم قانون كده تقدر تجيب اليو وتجيب الاتش صح ولا لا؟ بس الطريقه دي غلط. حول الربع بس. الطريقه ايه؟
غلط مش صح، طيب سوريها ليه فرنسا؟ لا ما هم لقوا بقى ان في وقت معين، في وقت معين استخدامك للطريقه دي هيدي ايرور قليل. انت معايا؟ مقبول يعني، وفي وقت تاني هيبقى ايرور ده عارف ما بتسمناش. طب امتى هيدي ايرور قليل؟ قال لك زي ما شفت عمر قال لما يفضل غاز، يعني هو غاز وهيفضل غاز صح؟ مش هقول لك تعرضه لظروف قاسيه جدا عشان يتغير حالته؟ يعني انت بعيدك عشان الغاز ده عشان يبقى ليكويد محتاج انك تنزل بالتمبرتشر جامد وتزود الضغط صح ولا لا؟ فانت عشان تقول لي ان انا اتعامل ايديال جاز يبقى انت لازم تكون بعيد عن المنطقه دي، يعني لو قريب من المنطقه دي يبقى سهل ان الغاز ده يتحول ليكويد صح ولا لا؟ ولو اتحول ليكويد يبقى اتعامل غلط. فاهمين عايز اقول ايه؟ عشان مش عارف حاجه اسمها ايديال جاز اسامبشنز، افتراضات حطوها للطريقه دي. الافتراضات دي قال لك ان الجزيئات تبقى بعيد جدا عن بعض. جزيئات مش حواليك جزيئات تبقى بعيد ايه؟ جدا عن بعض. وحجم الجزيئات يبقى مهمل بالنسبه لحجم الكونتينر اللي هم فيه، يعني انت لو جمعت الهواء اللي في الاوضه كله هتلاقي حاجه عادي، صح؟ بالنسبه لحجم الاوضه ولا حاجه. لما تيجي تبص على جزيئات الهواء اللي في الاوضه دي هتلاقي بعيده جدا عن بعض، صح ولا لا؟ فدول اهم شرطين عشان تتعامل از ايديال جاز. الشرطين دول عشان يتحققوا لازم يكون انت عندك الغاز ده عند فيري لو بريشر، صح؟ انك لو زودت الضغط على قرب الجزيئات من بعض، وقربت الجزيئات من بعض هتبدا تاثر على بعض، يبقى في انترفيرت فورس. انت معايا ولا ايه؟ يبقى اول شرط انك تكون فيري لو بريشر. تاني حاجه يكون فيري هاي تمبرتشر عشان يبقى الجزيء نشيط فبعيد عن التاني، صح ولا لا؟ انت لما تسخن الجزيء طبعا مش هتبعد عن بعض. انت معايا ولا ايه؟ يبقى انت في شرطين مهمين جدا لازم يكونوا موجودين، انت مش هتقدر تعرفهم لوحدك. لان دي محتاجه خبره، لان دي بتختلف من غاز للتاني، يعني بقول لك مثلا ايه؟ انا عندي نيتروجين عند 200 كلفن. طب عامل ايه الجاز ولا لا؟ طب الضغط كام؟ 80 بار. لا مش كده مستحيل. ممكن تعمل ايه صحيح الجاز واحد. يعني تقول لي 80 بار ده ضغط مش كويس. ماشي؟ ودرجه الحراره اللي هي 200 كلفن صح؟ يعني العمليه بدات ايه؟ درجه الحراره بدات تقل والضغط بدا يعلى، اذا انت قررت تقرب من المنطقه اللي ممكن النيتروجين يتسيل فيها يتحول انت بقى فاهمين الكلام فين؟ لكن لما اقول لك مثلا ده انا عندي ضغط 10 بار 5 بار ودرجه حراره 450 كلفن او 500 كلفن فانت بعيد عن المنطقه دي فتعامل اي جهاز براحتك انت كده كده ما عندكش الطريقه التانيه على فكره يعني اي جهاز هيقابلك انت هتعامله قد ايه؟ بس انا الجهاز بس انت لازم تبقى فاهم ان في شروط للطريقه دي وان الطريقه دي غلط بس احنا بنستخدمها لما تبقى الشروط دي متحققه فبتبقى نسبه الايرور اللي طالعه تمام قليله فمقبوله واضح؟ طيب احنا بقى تعاملنا دلوقتي مع ايديال جاز، انا عندي السيستم بتاعي ده غاز هيقعد نيتروجين كربون دايوكسيد ايا كان وعملت له اجراء ايزوبارك اذا قلت لها من ستيت 1 ستيت 2 تقدر تطبق الايديال جاز ده كم مره؟ مرتين صح؟ مش الاستاذ عمر قال لك اسمها الاوريجنال ستيت بقدر اطبقها عند ستيت 1 وعند ستيت ايه؟ وعند ستيت 2 تعال بقى نطبقها عند ستيت 1 وعند ستيت 2 لو جيت اطبقها عند ستيت 1 اقول ايه؟ بي 1 V1 equal M1 R1 T1 لازم كل حاجه تاخد سبستريت 1 لان انت بتتعامل مع ستيت 1 صح؟ مع الار مش هتجيب سبستريت طب ليه؟ لان نفس الغاز طالما نفس الغاز الار اللي هيغيرها هتفضل ثابته فمش هتديها سبستريت والبريشر هنا عشان انت بتتعامل مع ايزوبريك فالبريشر كمان ثابت فمش هتديله سبستريت لان بي 1 هو بي ايه؟ هو بي 2 طب تعالى عند ستيت 2 مش هتقول لي برضه بي 2 في 2 يكون M2 المفروض يعني R2 T2 بس الأرض اتفقنا مش هديها إيه؟ سبسكرايب وفي الحالة بتاعتنا دي مش هندي البريشر لأن البريشر ثابت طب والماس؟ هنتعامل كمان أز كونستنت ماس يعني إحنا حطينا هنا كونديشن خلي بالك ها؟ بنتعامل مع ماس إيه؟ ثابتة طب لما أنا أقسم المعادلتين دول على بعض أوصل لإيه؟ تلاقي البريشر رقم البريشر والماس ماس بتقرب من R وهيطلع لي إن في 2 على في 1 بتساوي تي 2 على تي 1 ده فوليوم وده فوليوم طب ينفع كده كده؟ سبيسيفيك فوليوم 2 على سبيسيفيك فوليوم 1 اه انا ليه صفوا على ده بتاع ده بس تي فوليوم صح؟ دي بقى في المعادله دي اسمها ايديال جاز ريليشن اسمها ايه؟ ايديال جاز ريليشن تقدر تستخدمها لما تقول جدار ايه؟ ايزوبارك بس اه بس ها؟ أسأل سؤال ده إجراءه وأنا فتحت الفرق ودخلت ماس أنا حبسته وطلع فيلم أقدر أصور معاك؟ الناس
الماس كان مش سهل. الماس كان مش سهل. يبقى خلي بالك معروفه. ها؟ المعادله دي هي شرط. اول شرط انك تبقى ايدل جاز. صح ولا لا؟ ثاني شرط انك تبقى المسك. ثالث شرط وده الاساسي بقى ان البريشر ده واضح؟ ها؟ بلاك اب شرط. طب لو انت شاكك في حاجه منهم بس انت متاكد ان هو ايدل جاز. انا رايي ما تطلعش. ارجع. انا اعمل ايه؟ طبق بي في ولا ام ار تي مرتين. طبق دي مرتين. ها؟ من اول مره هات الحاجات اللي نقصتها ومن ثاني مره هات الحاجات اللي نقصتها هتلاقي مسألة نص. وانت لما تطبق دي مرتين هتحل محل اللي تسال له عليه. واضح؟ انا نادرا ما هتلاقي مسألة حاجه زي دي. هنا على طول طبق دول مرتين ثلاثه اربعه. ها؟ طيب. خلي مسافه كده للبيت. تعالى بقى عايز اسال لك بروسس. مش ده اجراء هيتعمل على ايد الجهاز بس هيتم بشكل بحيث ان الدرجه هتفضل ثابته. يعني انا متاكد من 6 ولا 6 يبقى اقدر اطبق هنا بي في ايكوال مرتين كام مره؟ مرتين برضه تمام. يبقى بي 1 في الفي 1 ايكوال ام ار تي. بص ما حطيتش سبسكريبت للماس اذا حطيت شرط الماس كده ثابته صح؟ والجهاز كده كده هو نفس الماس والدي ثابته لان ايزو سيرفر صح ولا لا؟ طب تعالى عند ستيت 2 مش هتقول لي بي 2 في 2 ايكوال ام ار تي صح ولا لا؟ طب ما تقسم الاثنين كده على بعض هتلاقي كل ده رقم على ده صح ولا لا؟ فيطلع لك ان بي 2 على بي 1 يساوي بي 1 على بي 2 صح ولا لا؟ واقدر اكتب المعادله دي كده ما هي هي بقى سبيسيفيك فاليو صح؟ ها؟ يبقى دي برضه معادله اسمها ايدل جاز ريليشن بس ليها كام شرط؟ ثلاثة ايدل جاز كروست اوف ماس بس انا عايز هو ايه؟ عايز اسال طيب برضه سيب مسافه ها؟ مش هديك الحاجه دي تعالى بقى في الايزوتوريك الايزوتوريك زي ما اتفقنا مين اللي ثابت؟ سبيسيفيك فاليو برضه عندي ايدل جاز ها؟ واتعامل معاه هعمل اجراء بحس ايه بقى الاجراء ده بيتميز من السبيسيفيك فاليو ثابت هيمر تو ستيت انا اقدر اطبق في دي ايكوال ام ار تي مرتين نفس الكلام هتيجي اول مره اقول بي 1 في ايكوال ام ار تي 1 صح؟ وعند ستيت 2 بي 2 في ايكوال ام ار تي 2 طبعا لما هتقسم الماس والفوليوم هيبقوا مع بعض بس خلاك انا كده اختلطت ان الماس ثابته والفوليوم ثابت عشان يبقى سبيسيفيك فوليوم ثابت اثنين ثابتين ها؟ وطبعا هتروح هتروحش ده نفس الغاز هيبقى انا وصلت لايه؟ ان تي 2 على تي 1 تساوي بي 2 على ايه؟ على بي 1 يبقى دي الايدل جاز ريليشن اللي ممكن تستخدمها لما يكون الاجراء ايزوكوريك مع ايدل جاز والماس واضح؟ طب سؤال ينفع استخدم المعادله دي في كيس زي دي؟ سواء بفضي بعمل تشارجنج او تشارجنج اكيد الماس هتتغير صح ولا لا؟ الفوليوم ثابت اه انت الماس هتتغير يبقى ده مش اجراء اشكال ما تقدرش تاخد معادله دي ساعتها تعمل ايه بقى؟ تطبق دي ولا دي صح؟ وتبقى عارف وانت بتطبقها ان الماس هتتغير لكن مين اللي ثابت؟ الفوليوم اللي ثابت شكل المعادله ده غلط يعني ساعتها يطلع لك بي على بي بتساوي ام في تي على ام في تي صح ولا لا؟ ويبقى سهل لك الماسس هتبقى واخد بالك انها هتتغير برضه هنسيب كده حته عشان تراجع فيها حاجه مش بقى انت واخد تعالى ايه الايزنتروبيك بروسس؟ الايزنتروبيك بروسس هو الاجراء اللي بيتميز ان الانتروبي كونستنت الانتروبي عشان كده بقى ايزنتروبيك الحقيقه السنه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الانتروبي باستفاضه لو تفتكر اول سيكشن انا قلت ان الثيرمو داينامكس معناها ايه؟ السايز اوف انرجي اند انتروبي صح؟ وبعد كده تعال بقى نروح على الانرجي وقعدنا نتكلم في الانرجي شويه صح ولا لا؟ ما جيناش كان من الانرجي بالفوز لان احنا الحقيقه انا قلت حاجه ساعتها قلت ان في اربع قوانين مهمين جدا في الثيرمو داينامكس صح؟ في اثنين منهم مهمين جدا هو في اربعه بس في اثنين مهمين جدا اللي هو الفيرست والسكند اللي هو الثيرمو داينامكس قلت الفيرست لو بيتعامل مع الانرجي صح؟ والسكند لو هو اللي ظهر معنى الانتروبي وبيتعامل مع الانتروبي. اذا احنا بيقولوا الماده اسمها ساينس اوف انرجي اند انتروبي لان هو في تو تو لوز مهمين جدا صح ولا لا؟ قال لك ان هي علم الطاقه والعشوائيه. ايه بقى الانتروبي دي؟
سريعا كده كده هيبقى تفصيل السنه الجايه. بس انا عايز اقول كلمتين كده عشان برضه معايا في الصوره وفاهمها هي ايه. هي يعني ايه تمبلتشر؟ تمبلتشر قلناها؟ انا عرفت كذا حاجه، قلت مقياس الناس عملته عشان يحدد مدى سخونه وبروده الشيء صح؟ هذه حاجه. وقلنا هو الحقيقه مقياس لمدى الطاقه الداخليه الحراريه للجزيئات صح؟ يعني التمبلتشر بتديني انديكيشن عن الانرجي اللي عند الجزيئات صح ولا لا؟ وقلنا التمبلتشر مرتبطه بحركه معينه للجزيئات صح ولا لا؟ مش كل الكلام ده قلناه؟ يعني التمبلتشر بيقول لحضرتك ايه هي؟ هي مقياس الناس عملته عشان يقيسوا بيه حاجه معينه. ايه اللي قالته دي بقى؟ ايوه مقياس مقياس ايه بقى؟ يقول لك مقياس لعشوائيه الجزيئات، مقياس لمدى النشاط اللي عند الجزيئات، مقياس لمدى ترتيب الجزيئات، هي في الخلاصه راحت حاجه واحده. انا ما بحبش الكلام الكبير قوي. بس عشان نفهم يعني ايه انتوا اللي بيحب ادي مثال معين، ها؟ لو عندنا تلج ايس، طبعا الايس ده جزيئاته مرتبه جدا. صح؟ الجزيئات مرتبه جدا وفي ترابط ما بينهم واخدين شكل معين ايا يعني كان الكونتينر اللي هتحطهم فيه هم هيبقوا واخدين نفس الشكل ده. صح ولا لا؟ فالجزيئات منظمه جدا، يقول لك دي اقل عشوائيه. احسن ترتيب للجزيئات. صح؟ لو اديت لها هيت احسن ايه؟ هيبقى التلج دايس فيها. يبقى ليكويد. صح ولا لا؟ جميل. بقى عشوائيه بقى ترتيب جزيئه اول صح؟ بقى في حريه اكتر للجزيئات، بقى في عشوائيه، على فكره الحريه مرتبطه بالعشوائيه دايما. عشان تقول لي الجزيئات دي حره صح؟ يبقى هي عشوائيه، الحره دي يعني كلها بتتحرك مزاجه. فهتلاقي ده ماشي كده وده ماشي كده صح ولا لا؟ عشان دايما في ارتباط بين الحريه وبين العشوائيه. فانت لما تتهيك بقى ليكويد، ولما بقى ليكويد البونز اتفكت شويه وبقى في حريه اكتر فبقى في عشوائيه اكتر في حركه الجزيئات. معايا؟ وبالتالي توزيع الانرجي حتى على الجزيئات شكله مش هيبقى هو زي الاول. واضح؟ طب لو اديت هيت تاني بقى في صح؟ ده بقى قمه العشوائيه لان كل جزيء هيمشي في مكان بقى ومفيش اي ارتباط بينهم صح ولا لا؟ وبقى اقل ترتيب للجزيئات او اضعف ترتيب. هم عملوا حاجه بقى تقيس مدى الترتيب اللي عند الجزيئات. هي تديني انديكيشن عنهم ها؟ اللي هي مين بقى؟ اللي هي الانجل. واضح؟ اللي هي مين؟ اللي هي الانجل. بالمظاهرات بالمناسبه دي بروبرتي. انها اقدر اوصل فيها السيستم. يعني انا بقول السيستم ده عنده الكتر قليله، الاقي السيستم ده عنده الكتر كتير. صح ولا لا؟ اتفقنا ان اي حاجه تقدر توصف بيها حاله السيستم تعتبر ايه؟ تعتبر بروبت. وعلى فكره هي برضه اكستنسف بروبت. صح؟ انها تعتمد على كل ما الجزيئات تكتر هتبقى عندها عشوائيه اكتر. صح ولا لا؟ او كل ما حسب وضعك بقى وضع الكيس اللي عندك ايه والقصه دي كلها. بس انا مش عايز كلام اكتر من كده. احنا كل اللي يهمنا انا بقول لك ايزنتروبيك بروسس. يعني ايه ايزنتروبيك بروسس؟ يعني انا بعمل اجراء بحيث ان الانتروبي ثابته، يعني بحيث ان ترتيب الجزيئات ثابت، صح؟ صح ولا لا؟ هو ايه اللي بيغير الانتروبي؟ ده سؤال مهم. انا لما اعرف ايه اللي بيغير الانتروبي هبقى عشان اثبت الانتروبي اتفلى. فاللي بيغير الانتروبي هو اللي بيسيح التلج. صح؟ يعني وجود ايه؟ وجود هيت ترانسفير. عموما صح؟ وجود هيت ترانسفير يعمل ايه في الانتروبي؟ بيغيرها. لو بتدي هيت للسيستم هيزود العشوائيه. طب لو جابوا هيت من السيستم هيقلل العشوائيه، صح ولا لا؟ بتاعت السيستم. اذا وجود هيت ترانسفير يغير العشوائيه. معايا ولا ايه؟ طيب ايه تاني يغير العشوائيه غير هيت ترانسفير؟ طب تعالوا كده نشوف. لو انا حطيت التلج ده في كونتينر اهو، بس الكونتينر ده معزول حراريا وجبت قلاب وقلبت التلج، هيحصل ايه في التلج؟ يعني معنى كده بتحاول تتصور ليكويد، يعني الانتر بتاعته زادت. صح ولا لا؟ ليه بقى؟ لا مش مش اي ورق، خلي بالك الاحتكاك الاحتكاك ها؟ في احتكاك حصل فريكشن صح؟ الفريكشن ده بقى الحراره، الحراره اللي ساحت التلج صح؟ ما اسمهاش هيت. احنا قلنا يبقى اسمها هيت امتى؟ لما تعدي الباوندري سوت هيت، مش احنا قلنا كده؟ فين السيستم بتاعك؟ فاكرين المسائل بتاع تشيك 1؟ في هنا هيت؟ لا مفيش، صح ولا لا؟ يبقى مش هيت. يبقى مين بقى اللي تسبب ان التلج يسيح؟ وجود فريكشن. انت معايا؟ وجود فريكشن زائد هيت ترانسفير، اي حاجه من دول هتغير الانتروبي. السؤال بقى المهم، هل الفريكشن ممكن يقلل الانتروبي؟ يعني هل
سهل بالنسبه للسيستم. معايا؟ طيب فريكشن، الفريكشن ده عامل من عوامل كتير. الفريكشن ده ايه؟ عامل من عوامل كتير كده، ها؟ العوامل دي كلها بيسموها irreversibility، مش عايزين نخش في تفاصيلها دلوقتي، بس يعني انا اديت لكم مثال للفريكشن كمثال منه يعني، ها؟ بس هم بيقولوا عليهم ايه؟ irreversibilities. دي عوامل شبه الفريكشن كده، ها؟ لو تواجد حاجه منها تعرف على طول ان الانتروبيا هتزيد. معايا؟ لو في ترانسفير تعرف ان الانتروبيا هتزيد يعني حسب اتجاه الهيت. احنا بقى عايزين الاجراء يبقى ايه؟ عايز الدروب. يبقى اسم انا مش عايز الهيت اصلا. عشان كده يقول لك ايه؟ ايضا الدروبك دي معناها انك هتشتغل اديباتيك. يعني ايه اديباتيك؟ اديباتيك ده يعني الاجراء بيتم بحيث ان الكيوب كامل. مفيش فيه. يبقى ده اجراء اديباتيك. معايا؟ خلي بالكم ان احنا قبل كده قلنا ايه؟ ان في كلمه اسمها انسيولين. عمر ما حد يقول لك ايه؟ انسيوليتد بروسس. لا الانسيوليتد ها؟ توصف سيستم يعني انسيوليتد سيستم انسيوليتد بتاعك انسيوليتد ها؟ لكن لما تيجي تتكلم على اجراء تقول ادياباتيك بروسس. واضح؟ يبقى ادياباتيك دي معناها ايه؟ الكيوب زيرو. طب سؤال هو لو الاجراء ادياباتيك هل ده معناه ان الانترو بتفضل ثابته؟ لا ممكن ريفريكشن صح؟ لكن لو قلت لك ادياباتيك وريفرس ريفرس كل دي بقى معناها ان الريفرسبيلتي دي شغل ها؟ طبعا كلمه ريفرس او كلمه ايديال او كلمه فريكشنلس فريكشنلس اي كلمه من دول هتتواجد هي راح تقول لك ان مفيش ايه؟ ان مفيش فريكشن. طب انا ما بقاش فريكشن وابقى ادياباتيك ها؟ يبقى السلوبين اللي بيغيروا الانتروبي مش موجودين صح ولا لا؟ اذا ساعتها هيبقى الاجراء ده ايه؟ ايزوزومر. واضح؟ هو لازم عشان يبقى ديباتيك يبقى ايزوزومر ولا مش شرط؟ لا بلاش علاقه. مش شرط. ممكن يبقى ديباتيك ما تقدرش تزيد او تقل. صح؟ لو انا جبت حاجه كده بيست وزاد وضربتها بس ديباتيك او انسيوليتد صح؟ مش ضرب حاجه تعالى؟ مش ضرب. عارف احنا ممكن حاجه فيها ايه؟ وضرب في حتى اثناء الاديشن تبقى ثابته. لان دي كده مش راحت صوره ليتد راح تغير فيز راح تحاول انك تبين تمام الناس معايا ها طيب بصوا في اللي احنا عملناه ده في حاجات بتميز الاجراءات نقف عندها كده واحده واحده الاجراء ده مش وايز باي لان بيك وكارسر ينفع اقول كده ان ده اجراء بي في باور زيرو ايكوال كارسر صح؟ ينفع في حاجه وظيفه واحده. طب ده مش من هنا كده ها؟ دي على دي بتساوي واحد يعني معناها ايه؟ ان بي 2 في 2 بتساوي بي 1 بي 1 صح ولا لا؟ ولو مشيت لثلاثة ايزوثيرمال هيساوي بي 3 في 3 ولو مشيت لأربعة ايزوثيرمال هتساوي 4 في 4 يعني طول ما أنت ماشي ايزوثيرمال طول ما قيمة البي في البي دون ايه؟ كلمة سهلة يبقى الإجراء ده بيتميز بإيه؟ بي في بيساوي يتميز إن بي في باور 1 إيكوال إيه؟ ها؟ كل صح ولا لأ؟ درس معايا؟ طب ده ده الفولي ريزولت صح؟ بكورس طب الفاسي يبقى فولي بلس طب أنا بقى عايز أكتبها بي في باور حاجة إيكوال بلس فيري فيري جدع ده هيبقى بي في باور انفينيتي ايكوال كونستنت ليه بقى؟ عشان هو المفروض في كونستنت يعني ايا كانت قيمة البريشر مش هتأثر في البي صح ولا لا؟ فعشان تبقى ايا كانت قيمة البريشر الرياضية ما تأثرش في البي ده لازم الباور بتاع البي ده ايه؟ انفينيتي فايا كانت قيمة البريشر ما يعرفش الباور واضح؟ فده اسمه بي في باور انفينيتي ايكوال كونستنت طب والايزو الايزنتروبيك بص بقى هو الحقيقه انا هكتبه حالا حالا ده لاثبات ثلاث كلمه ما اقدرش اعمل ورقه خالص ها فممكن نكتب مع بعض كده ايه يا جماعه عشان نخش المبنى في ممكن اضحك عليك اقول لك يا جماعه بتوع الكيمياء بس بتوع ها قالوا لنا ان لما يبقى ايزنتروبيك ده معناه ان بي في باور جاما ايكوال جاما وصلت لك كده؟ ما طبعا ولا حاجه الاثبات ده
تمام زي ما اتثبت. يبقى ده الجرام ده بقى ايه؟ نعم البي في باور جرام. طبعا مين الجرام دي؟ سي سي اس بس دي سي ايكوال جرام. حتى انت مش شايف الكلام ده؟ طيب في جراف خامس. ها؟ جراف خامس بيقولوا عليه بولي تروبيك. بولي تروبيك بروسس. ايه ده بقى؟ كل حاجه مش صح. ده ما فيهوش حاجه ثابته. الوحيد اللي مش عايز يتحط. ده اجراء عام. بيقول لك ايه؟ اجراء ايه؟ اجراء عام، يعني مفيش اي حاجه ايه؟ ثابته. على فكره الاجراء ده طبيعي ما فيهوش اي بروبرتي ثابته، وكمان ها؟ بيبقى فيه ترانسفير. كان بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه ترانسفير بس تنفيذ الاجراء. انا ما عنديش اجراء سادس على فكره. وانا هيحسب لي الدرجه الحراره، يا الضغط، يا الفوليوم، يا الانتروبي، يا هسيبه كده، صح؟ في حاجه ثانيه؟ عشان كده ما عندكش غير خمس اشكال للاجراء. يبقى احنا قلنا هل انت هتعمل ايه؟ هتعمله ازاي بقى؟ يعني ممكن اعمل ايزو ثيرمال انتديشن. ممكن اعمل ايزو باريك انتديشن. ممكن اعمل ايزنتروبيك انتديشن. الحاله اللي هيبص منها. والله انا مستنيها. ازاي ايزنتروبيك وهيت اديشن يعني؟ ازاي؟ لكن الناس عادي بتبصلك عادي وجميل الكلام والفيديو شات. ها؟ انتوا بتاع انا ما اعرفش. انتوا دماغكم فين؟ انا مش عارف. اي حاجه هقولها كده خلاص صح؟ ينفع الايزنتروبيك هيت اديشن؟ ولا انتوا بتاخدوني على قد عقلي؟ ما ينفعش نكذب حضرتك يا باشمهندس. ما ينفعش نكذب حضرتك. لا لازم تتكلم معايا، انت جاي تتعلم. افرض انا ما خدتش بالي من حاجه غلط. ده وارد احنا بني ادمين، تروح انت واخدها غلط عملها كده وماشي. ها؟ ينفع ايزنتروبيك هيت اديشن؟ ما ينفعش طبعا. منين انت هيت اديشن وممكن تقول ايزنتروبيك؟ لكن ممكن تقول ايزنتروبيك كومبريشن. انا بغلط بس عايز. ها؟ او ايزنتروبيك اكسبانشن. فهي دايما الفكره ايه؟ لما تيجي تسمي الاجراء عشان تروح حاجتين. تقول انا بعمل ايه؟ ها؟ وبعمله ازاي؟ واضح؟ واضح؟ احنا قلنا هنا في حاجه اسمها ايدر ريزرفيشن، وهنا في ايدر ريزرفيشن، وهنا في ايدر ريزرفيشن، طب هنا؟ هنا في ايدر ريزرفيشن طبعا هتبدا برضه من بي في وبعدين ار تي عند ستيت 1 وعند ستيت 2. يعني انا هعمل ايه؟ وهنعتمد هنا بس اللي هعمله ده هحطه فين؟ عند الايزوترونيك. معايا؟ هتقول ايه؟ ما هو بي 2 في 2 يكوال ام ار تي 2 وبي 1 في 1 يكوال ام ار تي 1. خلي بالك انا ما فرضتش ان حاجه واحده لو حاجه واحده بس ثابته اللي هي مين؟ الماس. لما تقسم دول على بعض دول هيروحوا مع بعض صح؟ فيبقى لك ايه بقى؟ ان بي 2 في 2 على في 1 في 1 بتساوي تي 2 على تي 1. طيب على جنب كده بقى هو مش ده اجراء ايزنتروبيك؟ الناس بتعمل كده قالوا لهم انه بيشتهر ان البي في بار جرام او بيتميز بكده. يعني معنى كده ان في واحد في واحد بار جرام يكوال في 2 في 2 بار ايه؟ صح؟ مش كل ما دي كما ستة؟ يبقى معنى كده من هنا ان بي 2 على بي 1 تساوي في 1 على في 2 بار جرام صح ولا لا؟ طب تعالى بقى وشيل خليها في 2 على بي 1 باور 1 على جرام هتساوي بي 1 على بي 2 صح؟ اللي هي دي ها؟ طيب شيل بقى من هنا في 2 على بي 1 يعني سابق دي معادله 1 ودي معادله 2 من بقى ايكويشن 1 وايكويشن 2 شيل خلي بي 2 على بي 1 زي ما هي وشيل في 2 على بي 1 وحط مكانها بي 1 على بي 2 باور 1 على جرام صح؟ هيساوي تي 1 على 2 على تي 1 مش ده ممكن تقول ان ده كده باور جرام على جرام مش هو واحد استنى ده كده يبقى كاني هطرح الباور هو الطبيعي بتجمع الباور لو زي بعض عشان دول مقلوب بعض صح؟ انت كده بتطرح الباور فيطلع لك ان البي 2 على البي 1 باور جاما ماينس 1 على جاما هتساوي تي 2 على تي 1.
تعالى يبقى انا اقدر اقول ايه؟ ان بي 2 على بي 1 تساوي دي الخلاصه من هنا كده هتساوي في 1 على بي 2 باور جار صح؟ طب ومن هنا؟ تساوي دي 2 على تي 1 باور جاما على جاما ماينس 1 والمعادله دي مهمه جدا 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 يعني في الامتحان هتضطر تعمل لها اثبات وانتوا اصلا يعني في الرياضه عمليات صعبه ها؟ فمش عايزين يبقى عندنا احتماليه ان انا ايه؟ بعمل اثبات في حاجه بتطلع غلط يبقى المساله كلها باظت فلازم تبقى خالص المعادله معايا؟ فدي مين بقى؟ اي جاز ريليشن حتى تقرا لي ايه؟ طب والبيت روبيك الالتماس بي هو مش ده بي بي في باور 0 وده بي في باور 1 وده بي في باور انفينيتي وده بي في باور جاما طب وده اكيد اي اجراء بقى هيبقى بي في باور حاجه صح؟ فده هو بي في باور ان يكوال جاما طب ايه ان دي؟ ده هي الاجرام رقم ان دي على فكره اكبر من واحد واقل من جرام ها؟ هنقول عليها بوليتروبيك اندكس، بتقول عليها ايه؟ البوليتروبيك بوليتروبيك اندكس دليل الاجراء ان دي اللي بتقول لك الاجراء العامله ها؟ ماشي ازاي؟ هو عام بس في حاجه برضه بتميزه عام مش حاجه ثابته بس في حاجه بتميز شكل تنفيذ الاجراء عام؟ انت مش شايف كده؟ احنا مش اتكلمنا المره اللي فاتت عن انواع الورك بس بلاش من الشخص والالكتريك الشخص طلع لنا قانون طبعا والالكتريك طلع لنا قانون لما الديسبليسمنت قلنا تكامل بي دي وساعتها قلت اذا هو بيعتمد على عرض البي بي في صح ولا لا؟ طب تعالى بقى نشوف كده ها ايه اللي هيحصل؟ لو انت عندك اجراء ايزومريك وعايز تحسب الديسبليسمنت وول تحسبه ازاي؟ ايه يا باشمهندس؟ ما هو تكامل بي دي في صح؟ من واحد لاثنين طلع لمين؟ ده بقى اجراء ايزومريك يعني الضغط ثابت يبقى ساعتها هيطلع بره وهيبقى بي ها؟ بي واحد ولا اثنين؟ 12 12 انا بحب اجيبها كده ليه؟ واحد او اثنين مش فارقه هو واحد في مين بقى؟ في في اثنين ماينس ايه؟ ماينس بي واحد صح؟ القانون ده شرطه ايه؟ حتى الان شرطه ايه؟ ان ده عايز يقول ثم لا مش شرط القانون هل في قانون تاني ممكن احسب بيه الشغل في التجاره؟ قانون تاني احسب بيه معلش قانون تاني احسب بيه قانون تاني احسب بيه بيه بتساوي ايه؟ الايدل ده بي في بتساوي ايه؟ ام ار تي صح؟ يبقى انا اقدر اقول ايه؟ ام ار تي 2 ماينس تي 1 هو مش بي في تساوي ام ار تي بي في تساوي ام ار تي احنا كده كده قلنا ان الناس خلصت صح ولا لا؟ بيطلع ام ار تي 2 ناقص تي 1 ده شرطه ايه بقى؟ انك ايزوبارك وايدر جاك والماس خلصت فلا انما ده كان شرط واحد بس ان الضغط ثابت معايا؟ طب ما تيجي هنا في الايز بول ديسبليسمنت وول بيساوي ايه؟ هو تجاوب بي دي في ايه؟ يعني هو ده محتاج تدور عليه حجم ثابت يعني مش ساعه لو في شغل هيبقى شرط هيبقى الكتريك صح؟ لكن مش شغل ازاي؟ صح ولا لا؟ يعني ممكن يبقى عندي غزال زي ده في شغل ازاي؟ لكن ممكن يبقى في كده ايه؟ شغل كهرباء ممكن يبقى في كده ايه؟ ها؟ لكن احنا عايزين نحسب مين دلوقتي؟ ديسبليسمنت وورد هيبقى بكام بقى ديسبليسمنت وورد؟